أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، عنوان هذه الكلمة المتواضعة عن القدس أتحدث. تقدم في كلام سابق أن من ضمن وسائل تأييد الإخوة في فلسطين أن نصحح مجموعة من المفاهيم الخاطئة التي بدأت تغزو عقول الكثيرين منا، ومن ضمنها على سبيل المثال أن لدينا من يقول يجب على الفلسطينيين أن يهتموا بفلسطين، ويجب على المغرب أن يهتموا بالمغرب، وهكذا ذوالك. وهذه المقولة يعني في الحقيقة لا تنطلق من هويتنا كمسلمين، فالمسلم ينطلق من دينه ومن تعاليم هذا الدين التي تقوده في أفكاره، في اعتقاداته، في مواقفه، في تصرفاته. وعندما ننطلق من ذلك نجد أن فلسطين كلها هي أرض مقدسة، هكذا سماها الله تعالى عندما قال على لسان موسى عليه السلام وهو يخاطب قومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الأرض المقدسة، ففلسطين كلها مقدسة، والقدس أقدس ما فيها، وأقدس الأقدس في القدس هو المسجد الأقصى. هذا هو معتقدنا، وهذا ما ندين الله سبحانه وتعالى به. وعندما نقف عند القدس معشر الإخوة والأخوات، فنحن نتحدث عن أرض طيبة مباركة بارك الله فيها وبارك فيما حولها. ومن علامات ذلك أن كثيرا من أنبياء الله الصالحين عاشوا في القدس وما يجاور القدس. ومن ضمن هؤلاء على سبيل المثال للحصر سيدنا إبراهيم الخليل، سيدنا إسماعيل، سيدنا إسحاق، سيدنا يعقوب، سيدنا داود، سيدنا سليمان، سيدنا زكريا، سيدنا عيسى ابن مريم، وغيرهم كثير. ولما كانت القدس مقدسة فإن الصراع حولها ومن أجلها عريق في التاريخ، وكثير الوقوع في كل زمان وفي كل مكان. والقدس كما نعرف فيها كل مقدسات الديانات الثلاث: الإسلام واليهودية والمسيحية. وقد كانت القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وبعد حرب 67 المشؤومة أصبحت القدس في خطر وفي خبر كان. ففي كل صباح ومساء يتم تهويد القدس، وذلك بعزلها عن محيطها
حتى لا تكون جزءا من الضفة الغربية، وفي نفس الوقت الاستيلاء على أراضيها، ومما هو معلوم في هذا المجال أن 86% من أرض القدس كلها في يد إسرائيل، 4% فقط هي التي في يد العرب المسلمين. وهذه مشكلة كبيرة جدا. وما يعرف عندنا بحي المغاربة قد أزيل ومحيا من مكانه، وهذه الأمور تجعل الموقف في غاية الصعوبة وفي غاية الخطورة، ولا سيما أننا نتحدث عن مكان الله سبحانه وتعالى أحاطه بكثير من العناية والاهتمام وبالوعود الجميلة التي تهم المسلمين بالذات. فقد ورد في الحديث الصحيح المعروف عندكم بأن هناك مجموعة من خيار الناس سيبقون على الخير وعلى الفضل وعلى الدين. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن مكانهم قال: هم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وورد كذلك في الأحاديث أن المسلمين سيقاتلون اليهود في هذه الأماكن بالذات. قال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. والقدس هي أرض المحشر، والمسجد الأقصى المبارك هو قبلة المسلمين لمدة لا يستهان بها من الزمن، وهو ثالث الحرمين، بحيث تشد إليه الرحال ويعدل ثواب الصلاة فيه 500 صلاة في مكان آخر. ومنه أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم عرج بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن أسري به إليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما في سورة الإسراء. ولذلك من يقول إن فلسطين تهم الفلسطينيين فقط فإنه يتحدث من فراغ ولا يتحدث من علم، ونحن نخالفه الرأي ونؤكد أن القدس مسؤوليتنا، والمسجد الأقصى يهمنا كما تهمنا بلادنا. ولكن للأسف الشديد ما يحدث الآن لا يبشر بخير، بحيث أن الفلسطينيين المجاهدين تركوا وعدوهم بدون معونة وبدون مساعدة، وبالتالي فسيحاسبنا الله سبحانه وتعالى على تفريطنا في القدس. ولله در الشاعر الحكيم إذ يقول متحسرا متأسفا: يا قدس منك العفو بعد المعذرة، باتت رجولتها تعاني الغرغرة،
يا قدس منك العفو بعد المعذرة فالخيل صرعى والسيوف مكسرة يا قدس أنت يتيمة في أمة باتت رجولتها تعاني الغرغرة فاللهم يا أرحم الراحمين أعن إخواننا المجاهدين وتجاوز عنا فيما بدا فينا من تقصير وعدم اهتمام ولله الأمر من قبل ومن بعد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.